استمرارا مع جريدة الأخبار وصفحة 3، تنفيذ مشروعات حياة كريمة في 10 محافظات. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابع الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإدارة والإنارة العامة في بني سويف، واللي بيتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير. الحقيقة مش عايزة أقول كل المشروعات، لأن احنا بنتكلم عن مشروعات في شتى المجالات، حياة كريمة في 10 محافظات، واحنا بنتكلم كانت في نهاية تقريبا، أو يعني تقريبا 90% من الأعمال في المرحلة الأولى خلاص قربت على الانتهاء، وإن شاء الله ندخل في المرحلة الثانية. خلينا نتكلم على هذه المبادرة الرئاسية الهامة حياة كريمة. النهاردة احنا مش بنتكلم عن منزل فقط، تجاوزنا مرحلة المنزل فقط. هو بيوفر أيضا الخدمات زي ما حضرتك وضحتي في الخبر، من صرف صحي، مد خطوط كهرباء، غاز طبيعي، ايضا الموضوعات المتعلقه بالتامين الاجتماعي وحزمه الحمايه الاجتماعيه، مكاتب البريد، مكاتب التامينات، كل ما يحتاجه المواطن، مجمعات الخدمات اللي كان طبعا مجمعات الخدمات. هو في النهايه انا بوفر لك بيت وما يشتمل هذا البيت من كل مظاهر الحياه الكريمه. مدارس، في بعض المجتمعات شهدت انشاء مدارس. انا في النهايه بعمل ده ليه كدوله؟ بعمل ده ليه؟ علشان الحياه الكريمه مش مجرد مباني، هي مفهوم كامل، هيشعر بالمواطن لما يكون كل خدماته في متناول ايديه وفي الدايره وفي دايره سكنه. مش هتبقى في منطقه بلا خدمات لانها منطقه كانت عشوائيه، لا، ما بقاش في حاجه اسمها منطقه عشوائيه. فده بيحصل في 10 محافظات وتم من قبل في عشرات القرى. وكمان بنتكلم مش ان هو بس الاستثمار في الحجر، دايما بنأكد ان حياه كريمه مش استثمار فقط في الحجر، لكن كمان في البشر من خلال خدمات المواطنين، من خلال كمان مراكز الشباب، من خلال التدريب، من خلال قصور الثقافه، حاجات كتيره جدا جدا. هو بنتكلم مجتمع كامل بالظبط، التمكين الاقتصادي، يعني حاجة من الحاجات المهمة جدا بتغير يعني حياة 58% من سكان مصر، بالتأكيد مشروع من المشروعات المهمة جدا. واحنا حياتنا كمان بتتغير، يعني هو الانعكاس دوت مش بس على أهالي هذه المناطق ولا المستفيدين من حياة كريمة. حضرتك مستفيدة وأنا مستفيدة والأستاذ، كل المصريين مستفيدين. تحسين حياة أي مواطن في هذه البلد سينعكس علينا جميعا. مستوى التعليم هيفرق، مستوى التعامل هيفرق، الوعي بالقضايا. أنا ما ينفعش أقعد أتكلم مع مواطن مش لاقي احتياجاته وأتكلم أنا في قضايا الدولة، ولازم يكون معايا على نفس الأرضية. هيبقى معايا إزاي غير لما يكون في بيننا مشترك، المشترك الأساسي بيننا إن إحنا كلنا نحصل على الخدمات الأساسية. وده اللي الدولة بتحاول تعمله، مش بس بتحاول، هي انجزته بالفعل في عدد كبير جدا من المناطق، واحنا في سبيلنا ل والاول كنا بنتكلم في حاجات اساسيه اللي هو الشرب والصرف الصحي، دلوقتي بنتكلم في انترنت وبنتكلم في مركز الخدمات وبنتكلم في بنوك الحقوق وبنتكلم كانت امنيات في فتره من الفترات. بالظبط حقيقي دلوقتي الحقوق رجعت مكانها، حقوق حق ان انا هسالك يا استاذه شيماء، باعتبار حضرتك يعني صحفيه قديره، يعني ما شاء الله بتنزلي وبتحتكي بالناس وبتسمعي اراء مختلفه من طبقات وفئات مختلفه، ايه اكتر ما لمستيه من تغيير لحياه الناس من اثر حياه كريمه؟ يعني ايه اللي سمعتيه من الناس عن اللي شافوه من حياه كريمه؟ هقول لك على حاجه، ويعني احنا دول اهالينا واحنا كلنا ننتمي الى الريف والقرى، لكن السلوك تغير، الميل للحفاظ على الاشياء وجمالها. ما بقاش فيه كل واحد عاجبه النهارده انا هضرب البيت هضرب اللون الاصفر، تلاقي واحد كده جاب علبه بويا ودهن البيت، لا، هو محافظ على السياق، الرونق، المكان، عنده وعي بيه اللي اتعمل له، عنده احساس ان احنا عايزين نحافظ، عنده اللي ما كانش بيودي ولاده المدرسه، لا، طب ما انا ايه المشكله ما يتعلم، نستثمر في اولادنا. الجمله دي انا بقيت اسمعها كتير، نستثمر في اولادنا. طب وانت هتستثمر في اولادك هتعملها، هيدخل قرش ولا هيدخل تعليم؟ لا، هيدخل تعليم. فده المفهوم اتغير، وده الاصل، يعني المكان مجرد بيئه او انعكاس على البشر. فلما يتحقق هذا الانعكاس والمواطن تفكيره يتغير ويبدا يبقى فيه وعي بالبلد محتاجاه، انا كده كسبت كتير، انا كبلد كسبت كتير، انا كشيماء كسبت كتير، انا كصحفي كسبت كتير، كسبنا ان احنا فاهمين بعض.